فواز، شو رايك في نتابع طرد عادي يعني، كثير يفوز الهلال، كثير يفوز الاتحاد. المباراة عادية جدا ومباراة دورية، وكان الاتحاد الدورية يطلع هذه بتخلي الهلال يفوز بالدوري؟ ويستاهل الهلال يفوز الدوري. يعني هل هو الاتحاد اللي المسؤول عن حماية اللقب أو منعه عن الهلال؟ الاتحاد من أول الفرق اللي تحتفل الحمد لله. بس شوف بالانتصار مع الأسف الهلالي، يعني، شوف حالات الانفلات هذه لأنه هو يعني هذه حركة نواف مش على فاضي الحين أمام للترجمة. جمهور الاتحاد، لا ما هي امتداد لاغتيال الروح الرياضية في الهدف التعادل اللي حصل، وهذا اللي أخرج الاتحاديين زي ما أنت شايف حركة نواف عند المدرج. هي هذه كل اللي تشوفه الآن ردة فعل، عبارة عن ردة فعل لما حدث. ولذلك لا احنا ليس نقول فريق لا زي يا الهلال فواز، وفريق خلاص المرة كبير. هذا المفروض انت تغير الحقائق، تقول ردة فعل. هذا انفلات اتحادي وانفلات جماهيري وانفلات لاعبين وضرب واكواع وشغل، يعني ما يجب نمرره ونقبل فيه. لا لا لا، احنا نضع لو مبررات حصل من اي شخص اشياء نقول خطأ لا تضع انه لها مبررات. صحيح. طيب، اشياء خاطئه لا نضع لها مبررات. انت سالتني ابو جاسم ولا سالت مراد؟ وفي فرصة ورا جول التعادل بس ما عرف تعامل. الحقيقة ما نبغى نفوت فرصة انه احنا نبارك للفريق الهلالي هذا الانتصار، وما هو غريب على الهلال ان يحقق هذا الانتصار لانه في سلسلة الدوري قاعد يسجل انتصارات متتالية وهو متصدر. يعني بغض النظر ترى عن ما حدث في المباراة، سواء من اخطاء تحكيم او اخطاء من لاعبين في اخطاء تحكيميه، يعني ربما انا ماني يعني لا لا ماني لا لا لا, لا 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 انت لما تتكلم الله يسلمك من شوي على كلام الزملاء كانك تشوف مباراه في كوكب المريخ. لا تقول على كلام الزملاء. على كلام فواز الزملاء. انت شفت المباراه من الدقيقه الاولى وحتى الدقيقه 90. ايوه حبيبي. والان جيت وقلت انه والله في اخطاء تحكيميه، كلام سطام السهلي ما يدخله، يقول لك اعطونا الدقائق او اللحظات اللي انت تشوف. لا لا ما ناخذها كذا، في اخطاء. ما في اخطاء يعني الخطا وارد في كره القدم. اي وين الخطا؟ طيب وين الخطا المؤثر؟ مباراه ذات حساسيه عاليه لازم يتعامل معها الحكم شفوي بغض اصفر النظر. بعدين بغض النظر عن الخطا اللي انا اقصده، انا ما اقصد انه الحكم في حالات لاعبين الاتحاد والهلال استدعى تدخل الحكم ممكن طرد كمان بنظره اشمل الشوط الثاني ونظره اجمل. انا اقول الله يرضى عليك لو سمحت المباراه وانا اقول لك هذه الحالات، اما الان تجي تقول لي انا قاعد اتابع المباراه ولا قاعد ادون. بغض النظر عليك اخوي، بغض النظر عن الكلام هذا كله. طيب بيتكلم بعد معانا، تفضل يا فواز على ما يجي. تعال احمد، تعال تعال انا اللي تعال معنا مهدينك الليله، تعال معنا حبيبي. انا بالنسبه لي اتكلم وجهه نظري، ما لي دخل بالزملاء. انا اقول بغض النظر سواء كان في اخطاء تحكيم او ما في اخطاء تحكيم، سواء كان في فواز من شوي قلت في اخطاء تحكيم، قلنا لك وش الاخطاء ما قلت المؤثره. ما قلت انا ماني مختص بمتابعه الحكم اللي انا دائما اعتبره يعني ما في أخطاء. جزء من اللعبه. ما في اخطاء، انا ما اعتبر اي حكم جزء من اللعبه، حتى لو يتعمد انه يخسرك هو جزء من اللعبه. انت كيف تستطيع ان تتغلب على هذه اللعبه؟ لا ترمي لي جسورك الله يسلمك، حتى لو متعمد وهو جزء من اللعبه. لا طيب التعمد شوف يختلف. أقول. التعمد يختلف. شوف يا ابو جاسم، التعمد الله يسلمك يعني انا موجه اليوم من خلال هذا الفريق. انا لا اجيد عطني خطأ لا واحد. اجيد الحديث عن الحكم. انا لما اقول بغض النظر على اعتبار انه انا بقفز على هذه النقطه، ما تهمني في غيري حيتحدث عن الحكام، انا اتحدث عن جماليه اللعبه واتحدث عن الفريق البطل. فضل. اللي استطاع ان ياتي الى ارض الخصم ويفوز عليه بثلاثه اهداف ويعود للرياض مكلل بالنتائج، هذا يهمني. أوكي. انا اتكلم يستاهل ما يستاهل ايضا، هذا غير يمكن يتكلم فيه. انا خليني ادخل في النقطه، انا عندي زاويه. ناقد. انا عندي زاويه. انت ناقد وصاحب كلمه وراي. نعم. انا سالتك سؤال، الهلال يستاهل ولا انا لا؟ عندي زاويه ابغى انطلق منها، اقول زاويتي وبعدين اسالني الاسئله المترفه ذي اللي من باب زايد. تفضل. انا اقول انه اليوم الهلال في هدفه الاول اغتال الروح الرياضيه اللي يمتاز فيها الهلال، نقطه انتهينا. محاولة استفزاز الجمهور الاتحادي بالاحتفال عند المدرج الاتحادي، هذه اثنين، اغتيال ايضا لمبادئ اللعب النظيف وروح الرياضة، لانه الاتحاد يوم فاز في الرياض باثنين كان دائما احتفالاته عند مدرجه وعند جمهوره، هذه اثرت على نفسيات اللاعبين، لكنها ايضا غير مبررة للاعبين الاتحاد يتعمدوا إصابة زملائهم في الفريق الهلالي، أو يتعمدوا زي لعبة فهد المولد أنه يأخذ كرت أحمر بضربة يعني سيئة جدا لإدواردو، يعني أو بطريقة يستاهل البطاقة الحمراء وهو بحث عنها، يعني هي ما جاته. هذه الأشياء اللي تكلمتوا فيها فعلا في عمل إداري كان مفروض أن يتم. الاتحاد لو خسر اليوم مش بثلاثة، بأكثر من ثلاثة، بس بالأداء
والروح الرياضيه، الجميع يصفق للاتحاد هذا الموسم وفق امكانياته وفق عمله الموجود. انما لما دخل الاتحاد وزي ما قلنا انه دخل للمباراه بشحن كبير وفوجئ بكره الهدف التعادل اللي يعني حتى اللاعب الاتحادي كان اصيب من الحارس اعتقد اللي صارت هذا، لكن انا اعتقد كمان برضو عشان نحسن النيه للعمل الافضل انه ادواردو ما كان عنده اللي لعب الاوفر، ما كان عنده الوقت اللي هو يشوف مين اللي في ال18 طايح ولا كذا. ومع هذا كله ارجع واقول الروح الرياضيه غابت من الهلال في هذه المباراه. الاحتفال اللي قدمه الكابتن نواف العابد والروح الأدائية اللي يلعبها قدام الاتحاد، من حقه هو يحتفل بس ما يحتفل عنده، يحاول أن يستثير الجمهور. ومع هذا احنا نبارك للهلال هذا الانتصار بكل الإمكانيات وكل القدرات، أمامه مشوار الدوري ولا زال للوقت بقية، واحنا نقول للاتحاد هارد لك بوفق كل الإمكانيات اللي انت قدرت عليها. صحيح في أخطاء، سواء أخطاء على مستوى الأفراد كتشنج، حالات تشنج، وكان ممكن الاتحاد يحتوي المباراة بالذات في الشوط الثاني خاصة وهو متقدم والهلال هو اللي يحاول أن يعدل النتيجة، وهذا ما ذهبت إليه المباراة. في الأخير إذا في أخطاء تحكيمية ولا ما في أخطاء تحكيمية أنا ما أعرف، ما أجيد أتحدث عنها، بس أنا أعرف أنه في لحظة من المباراة اللي هي نقطة تحول هدف التعادل، أنا أعرف أنها في كرة القدم رغم أني ضدها، يعني كل فريق من حقه أنه يلعب ولا يسجل ولا بطريقته، لكن أنا أشعر أنها في مبارياتنا صارت موجودة، أنه لما تشوف خصمك مصاب واقع على الأرض يمكن تسعفه أنت، بس هل هو شافه أو ما شافه هذا موضوع ثاني.